المعرض الوطني لشعبة تربية النحل بولاية البليدة عرض ثمار المخطط الوطني لرعاية الريف واستقراره منذ العام 2000، أنعش نشاط الاقتصاد المحلي وساهم بالحفاظ على أصناف النحل، منها النحلة الصحراوية التي تقدم عسلا ذو فائدة صحية عالية الطلب في صناعات الصيدلانية. جينا لهذه الحماية وجبنا عينة من هذه النحلة الصحراوية باش نلفت الانتباه يعني لحمايتها، خاطر انها ماشي للانقراض يعني، وكان ما نحافظوش عليها ونعطوها ميزه خاصه تمشي للانقراض، زائد يعني المردود نتاع الانتاج نتاعها. يعني كان الريف مش مستغل، عندنا جبال يعني غنيه بالازهار، دار استقرار للمواطنين، خلى الناس تتمسك، خلى الناس من المدينه طلعوا للريف. وخلال اشرافه على تنصيب المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة تربية النحل، وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي نوه بالخطى التي حققها القطاع في سياسة الاكتفاء الغذائي. منذ 2000 إلى غاية اليوم الفلاحة استفادت بأكثر من 3000 مليار دينار من استثمار استراتيجية فخامة رئيس الجمهورية التي وصلت بنا إلى هذا المستوى من الإنتاج الفلاحي. هذا الإنتاج الفلاحي اللي السيد الرئيس مرة أخرى نظرا لأهميته في المعادلة الاقتصادية والدور المنوط به جعله مرتبط بالأمن الغذائي. ونظير جهوده في دعم الفلاح وإرساء أنظمة تشجيع الاستثمار، كرم فلاحو المتيجة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مبدين استعدادهم لمواصلة مسيرة التنمية.